طبعا كل الناس بتعرف انه الاسبوع العاشر من تحديات الاسبوعيه للسيزون 4 شابتر 2 كان اخر اسبوع معنا لهذا السيزون، وخلصنا هذا التحديات وصفيان تقريبا ما يقارب ل 30 نوفمبر، يعني ما يقارب ال 27 يوم لحتى نخلص السيزون. بهالفتره هي طب شو بدنا نساوي؟ بهالفتره هي نزلت فورتنايت تحديات اكس بي، رح اشرح لك اياها بهذا الفيديو، فيها 350 الف اكس بي مع التحدي المخفي اللي بدي اقول لكم اياه كمان بهذا الفيديو. فان شاء الله رح يكون عندنا التحديات رقم 11 او الاسبوع 11 يلي هن بسموهم تحديات الاكس بي الاسبوع الاول، هن كلياتهم اربع اسابيع. رح اشرح لكم انا الاسابيع الاربع كلياتهم عندي بالقناه، فاذا انت اول مره عندك شايف فيديو على القناه يا ريت تشترك وفعل زر الجرس تحط لايك وفعل زر الجرس اهم شيء مشان يوصلك التحديات الاسبوعيه القادمه الخاصه بالاكس بي. وعلى كل اسبوع رح يكون في 310 الف اكس بي مع التحدي المخفي، يعني شيء 350 الف اكس بي. فهلا والله بسكان الطابه الارضيه وفيديو جديد. بالنسبة لدول التحديات يا شباب، نزلوا معنا تحديات الاسبوع ال11 اللي هن كل خميس رح ينزل معنا اسبوع جديد من هدول التحديات، مثل تحديات الاسبوع العادية، كل يوم خميس رح يفتح معنا تحديات جديدة. هالمرة ان شاء الله يوم الخميس فتحوا معنا تحديات جديدة باسم اكس بي ويك 1، يعني الاسبوع الاول ولكن هو الاسبوع رقم 11. هدول التحديات كثيرة وطويلة جدا، ولكن في ميزة حلوة فيهم ان انت بتقدر تشاركهم مع اصدقائك وبتقدر تلعبهم سكواد، وبنحسب لك التحدي لك ولاخوانك. يعني في تحديات بيطلبوا منك مثلا تزور كل الاماكن بجيم واحد، هذا التحدي بتقدر تساويه مع ثلاثة وانت الرابع مع سكواد كامل، بتقدروا تخلصوا التحدي بكل سهولة. طبعا مثل ما ظهر امامكم هدول التحديات كلياتها اللي ظهر امامكم هن تقريبا شي خمس تحديات، بس مقسمين على كل تحدي في له مرحلة اولى ومرحلة تانية ومرحلة ثالثة، فانا ان شاء الله رح اشرح لك كلياتهم. هلا بالنسبه للتحدي المخفي، التحدي المخفي بيطلب منك انك انت تروح تزور التمثال تبع القزم. هذا التمثال يا شباب منطقه سليربي، كل عليك انك انت بتروح لهنيك وبتاخذ من وراء 20000 اكس بي، يعني بهذا الفيديو بتقدر تحصل 350000 اكس بي من ولا شيء، يعني بس مجرد تحديات. فانا رح اتركك مع مقطع صغير بورجيك التحدي المخفي الخاص بالقزم وارجع لكم. مثل ما شفتوا هذا هو تحدي القزم من اللي رح يعطيك 20000 اكس بي. وهلا خلينا ننتقل للتحديات. انا قسمت لكم التحديات بما معنى انه اللي بيطلب منك انك انت تزور الريفتات، واللي بيطلب منك انك انت تدمج، كلياتهم رح اعمل لك اياهم بفيديو او اعمل لك اياهم مفصولين كل ثلاثه مع بعض، او كل ستيج له ثلاث مراحل رح اشرح لك اياهم. بالنسبه لهي الصوره كل التحديات، فانت خليك معي شوف الشرح كامل، وان شاء الله لا تطلع على تربيزه التحديات، وان شاء الله بترجع من هذا الفيديو فهمان كل التحديات بكل سهوله. بالنسبه للتحدي الاول او اول ثلاث خانات رح صير اقسم لكم اياهم بهالطريقه هي. اول تحدي بيطلب منك انك انت تدمج باسلحه سكوب. شو يعني اسلحه سكوب يا نيمو؟ اول شيء بيطلب منك انك انت تدمج 500 دمج باسلحه السكوب. اسلحه السكوب كلياتها معنا السنايبرات، اي سلاح بقلبه سكوب جواته سنايبر، مثل الرايفل اللي ظاهر امامكم او مثل السنايبرات، كله هذا بيطلب منك انك انت تدمج اول شيء 500، بعد منها بيطلب منك انك انت تدمج 1000، بعد منها بيطلب منك انك انت تدمج 2500 باستخدام اي سلاح كان في سنايبر او سكوب يعني بشكل عام. طبعا هدول التحديات على كل ستيج او على كل مرحله بيعطيك 20000 اكس بي، يعني التحدي الاول بيعطيك 3 مراحل، 3 مراحل عليهم 60000 اكس بي. فهذا هو بالنسبه للمرحله الاولى او التحدي الاول مع الستيجات كلياته او المراحل كلياتها. بالنسبه للتحدي الثاني مع الثلاث ستيجات تبعه او ثلاث المراحل تبعه، هذا التحدي بيطلب منك انك تستخدم القدرات الخارقه تبعات كل بوس. طبعا كل بوس بنعرف حاليا مين معنا، معنا ايرون مان، معنا وولفرين، ومعنا دكتور دومز. هدول التحديات بيطلب منك انك انت تستخدم قدره اي واحد منهم وتدمج اي واحد وتقتل بعد منه على الخالص، يعني تذبحه على الخالص. اول شيء بيطلب منك تقتل واحد، بعد منه بيطلب منك تقتل ثلاثه، بعد منه بيطلب منك انك انت تقتل سبعه. مجرد ما تقتل سبع اشخاص بتخلص كل الستيجات تبع هذا التحدي، وهذا التحدي رح يعطيك كمان 60000 اكس بي. وبالنسبه للمرحله الثالثه او التحدي الثالث بيطلب منك ثلاث مراحل كمان نفس الموضوع، ولكن الستيج الثالث او المرحله الثالثه بيطلب منك انك انت كل شيء بالريفت رح تساوي رح اشرح لكم اياها بالتفصيل. بالنسبة لأول ستيج بالنسبة للتحديات الثالثة تبع الريفتات، التحدي الريفت بيطلب منك انك انت تستخدم 10 ريفت. طبعا مثل مظهر امامك هي الصورة، هون جميع اماكن الريفت اللي بتلاقيهم، الريفت كلياتكم بتعرفوه هذا اللي ظاهر امامكم، كل عليك انك انت بالمرحلة الأولى تستخدم 10 ريفت بأي جيم كان وكذا مرة عادي اتس اوكي. وكل التحديات خليها معلومة عندك انه كل التحديات بتقدر تساعد انت واصدقائك فيها، يعني بتنزل سكواد لو حابين تلفلوا انتوا الأربعة وبتساووا التحديات مع بعض او دو انت وصاحبك كمان، موضوع بسيط.
بسيط. أول شيء بيطلب منك تزور 10 ريفتات أو تستخدم 10 ريفتات يعني، والمرحلة الثانية بيطلب منك إنك أنت تستخدم الريفت باستخدام السيارة أو الشاحن للتراك، ولكن بدك تستخدم 10 ريفتات باستخدام السيارة أو الشاحنة. طبعاً هذا الموضوع بسيط جداً، بتاخد أي سيارة كانت أو أي شاحنة كانت، لحنا معنا السيارات العادية ومعنا الشاحنة، أي واحدة منهم بتروح على أي ريفت، تستخدم الريفت وهيك أنت بتخلص هذا التحدي. التحدي بيطلب منك إنك أنت تفوت بالسيارة داخل الريفت 10 مرات باستخدام السيارة أو باستخدام الشاحنة. والستيج الثالث أو المرحلة الثالثة تبع الريفت طبعا بيطلب منك إنك تستخدم 10 ريفتات بجيم واحد، لازم بجيم واحد يا شباب، وليكون بعلمكم لازم تخلص الستيج الأول بعدين الثاني بعدين الثالث، يعني إنك أنت تزور 10 ريفتات ما هيحسبوا لك ياهن بجيم واحد، لحيسبوا لك التحدي الأول لبين ما تخلصه. هذا الموضوع بسيط، تنزل أنت وأربعة بتلاقي بكل مكان ريفتين مع بعض تقريبا، تنزل عند أول واحدة وبتردد تستخدم الثاني، هيك صاروا تنتين وإخوانك بيعملوا نفس الموضوع، هيك أنتوا صار عنكم 8 وبيبقى عنكم تنتين كلاتهم موزعين بالماب مثل مظاهر أمامك. بتروح بتستخدم 10 ريفتات بجيم واحد فقط لا غير، يعني ما بتقدر تساويه على كذا جيم هذا التحدي. وبالنسبة للتحدي الرابع أو المرحلة الرابعة من التحديات، التحدي الرابع بيطلب منك انك انت تحدث اسلحتك باستخدام مكنة التحديث. مكنة التحديث اول شيء بيطلب منك انك انت تحدث سلاحك من العادي ابو كلب اللي هو الرمادي او الابيض لبعد منه اللي بيجي الاخضر، لازم تحدث 4 اسلحة من اللون الرمادي للون الاخضر. بعد منه بيطلب منك للون الرير اللي هو اللون الازرق، بيطلب منك انك انت تحدث اي سلاح كان او 4 اسلحة للون الازرق. وبعد منه بيطلب انك انت تحدث 4 اسلحة للون الابيك اللي هو اللون البنفسجي. هذا هو الموضوع، 4 اسلحة ب4 اسلحة. شو هن يانيمو؟ من اللون الابيض للون الاخضر، من اللون الاخضر للون الازرق، ومن اللون الازرق للون البنفسجي. هذا هو بالترتيب بالنسبة لهي المرحلة. طبعا انتو فهمتوا شو موضوع شرح الترتيب، هذا هو الترتيب بكل اختصار، انه انت بيفتح لك ستيج بعد منه بيفتح لك ستيج اللي بعد. وبالنسبة للتحديين ما قبل الاخير اللي تحت اخر شيء، هدول اثنين مفصولين كل واحد بيطلب منك شيء من عن التاني. طبعا التحدي ما قبل الاخير بيطلب منك انك انت تزور جميع الاماكن المسمية بجيم واحد. هلا كل الاماكن المسمية اللي معنا على الخريطة هن 17 مدينة، اللي هن مثل سيلتي ومثل ريتال ومثل هدول الاماكن، يعني بدي اقولكم تلتد والله من وحشة تلتد بدي اقولكم تلتد الصراحة. لا ما في تلتد يا شباب، لازم تزور كل الاماكن، ميستي سيلتي اي مكان اي مكان بهدول الاماكن لازم تزور 17 مرة بجيم واحد، يعني تزورهم كلياتهم بجيم واحد. الموضوع بسيط، تنزل سكواد انتو اثنين بتاخدوا طيارة وهن الشباب التاني اللي معك بياخدوا طيارة والثالث بياخد طيارة، يعني تقدر تركبوا 3 طيارات أو 4 طيارات بنفس الجيم، بتزوروا كل الاماكن وبنحسب لك ولاصدقائك. هذا التحدي مشان يكون عندك فكرة عليه 50,000 XP. فانت حاول اعمل هدول التحديات لو انت حابب تلفل بسرعة كتير وتجيب الستايلات. طبعا في ستايلات لح تكون معنا مخفية، فانت لو حابب تجيبها لازم تعمل هدول التحديات. ولعلمك لسه في 4 أسابيع مع هذا الاسبوع، وهيك انت ان شاء الله بتجيب ما يقارب 1,000,000 XP من هدول التحديات كلياتها. وبالنسبة للتحدي الاخير، التحدي الاخير بيطلب منك تفتح 50 شيست وين ما كان. طبعا هذا التحدي عليه 20,000 XP، بتقدر تساويه من هاي اللحظة، يعني مجرد ما انك انت تلعب اي جيم كان باي وقت باي مود، هذا التحدي بيحسب لك 1 مثلا من 50، تفتح شيست تاني بيحسب لك 2 من 50، عادي اتسوكي اي وقت بدك يا اي جيم بدك يا بتفتح شيست وهيك انت بتخلص هذا التحدي الاخير. طبعا بالنسبة لتحدي الشيست، انت بكل جيم تنزل تفتح ما يقارب 5 أو 6 أو حتى 10 شيستات بالجيم الواحد، يعني بتقدر تساويه بما يقارب 10 أيام انت وعم تلعب بشكل طبيعي بتخلص هذا التحدي. هاي التحديات كلها اللي ظاهرة امامك، هو الموضوع بسيط ولكن شكله الصراحة بيرعب، انه مثل ما شايف انت التحديات كتير طويلة وكتير عريضة، وطويلة وعريضة مثل ما بيقولوا عليها يعني بالعامية، فالتحديات بتطول معك وبتاخد شوية وقت، ولكن عليهم 350 او 310 الف اكس بي بالتمام والكمال. ومع التحدي المخفي بيصير عندك ما يقارب 330,000 XP، وانت وعم تلعب وتفتح الشيستات والقصص هي وتعمل التحديات بيحسبوا لك اكس بي خارجي، يعني شيء 350,000 XP. بتمنى تكون عرفت التحديات وفهمت الشرح مزبوط، لو محتاج اي شيء اكتب لي بالتعليقات، وانا بعتذر عن التقصير عن القناة هالفترة، ولكن انا حاليا مشغول شوي وعندي شوية شغل. بتشكركم يا شباب على الدعم، ولا تنسى تفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد بالنسبة للتحديات وكيف تلفل وكيف توصل لهذا الليفل الحلو اللي هو 250 لتفتح كل الستايلات الذهبية والنادرة. هدول الستايلات رح يكونوا نادرين وحلوين كتير بالنسبة لك لحسابك، فأتمنى انك انت تساوي التحديات مشان تقدر تخلص وتفتح الستايلات. لو محتاج اي شيء برد بقلكم اكتب لي تحت بالتعليقات، كود دعم بالاتم شوبني متسالة، وحاب تدعمني فيه ياريت، وشكرا لكم وبرعاية الله.